غزوة مساء الخير. مساء النور. غزوة بين الحياة والموت، شو هي التجربة يلي مرقتي فيها واللي حطتك وجها لوجه مع الموت؟ بين الحياة والموت أصعب شيء لما بيجي خبر عن ابنك. إجا خبر عن ابني. إجا خبر عن ابنك أو إجا خبره لابنك؟ إجا خبر إنه الباخرة غرقت. أول شيء قالوا لك غرقت الباخرة. غرقت الباخرة. وعم نحكي عن مين؟ عن ابني. عن ابنك. شو اسمه ابنك؟ جمال. جمال. قبل ما أحكي عن الباخرة خبريني أكتر، وين كان جمال لغرقت الباخرة اللي حكماً كان فيها جمال؟ ابني سافر بال2007، سافر بالطيارة على أفريقيا، بالطيارة ما بالباخرة. نعم. ووصل على منطقة اسمها غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية. في شركة هونيك استلم شغل ونزل بالعبارة. بال2007 قد ايه كان عمره؟ 27 سنة. على أساس شو راح يشتغل؟ ابني بحار ومتعلم الميكانيك، يعني المكنة هو بفكها هو بيركبها. واشتغل ابني 6 أشهر 7 أشهر لأنه راح أول السنة. كان عم بيتواصل معكم أول ما راح؟ عم بيتواصل معي، كل شيء بيصير معه بيحكي معي. كل قد ايه كان يتصل؟ كل سبت يتصل فيني، كل أحد حسب ما تروح الباخرة وتجي. كل أقعد أنطره لأنه يتصل على الأرضي إنه ماما هلا وصلت. آخر مرة حكيكي قبل الرحلة المشؤومة اللي عم تحكيني عنها، أين تمكن؟ ما كان في شيء يومين. شو خبرني؟ خبرني إنه متضايق كتير و جو تعبت كتير. من الشباب بتعرضوا لمشاكل ولا يقدروا يتأقلموا مع الواقع الجديد، غير هيدا الواقع الصعب اللي كان بده يتأقلم فيه، شو خبرك عن الرحلة اللي كان بده يقوم فيها؟ شو بتتذكري؟ هني سافرتهم أسبوع، قال يا ماما نحن متيسرين، وراح هو والقبطان لبناني، اثنين لبنانيين، والبقايا أفريقية. من وين لوين رايحين؟ أنا بعرف محل الشركة اسمه مالابو. رايحين على منطقة تانية بتعرف يعني، لأنه أسميهم أنابو. يعني هني رايحين من مالابو إلى ايه؟ أنابو. 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 أيمتى صارت الحادثة هيدي؟ أي شهر؟ 27 تموز بال2007. هلا كنت أنا قاعدة ببيت أخي، فاتوا علي فيلم. عم نحكي فيلم أم عم نحكي حقيقة؟ حقيقة. فاتوا علي كيف بدهم يوصلوا الرسالة. وإجا أخي حسيته عم يعيط هيك علي، أخذ تليفون قالوا ما قالوا ما بعرف شو شوفي. قال الباخرة ما الباخرة إيه مين ما مين. أنا قعدت ما بقى فيني أقوم، ما بقى فيني أقوم. قعدت طلعت هيك برب العالمين، قلت له يا رب هذا يتيم انت خلقته وانت بتتوكل عمره. المعطيات عم بتقلك انه ابنك غرق. انه غرق. كيف عشتي هيدا الصراع هاللحظات انه بعيدة عن ابنك وعم تسمع هيك اخبار؟ انا لما نزلت من بيت اخي الليلة تركت البيت ونزلت عدت بالشارع. ليه؟ ما بقدر اقعد بالبيت. نزلت قعدت على الرصيف دليت للصبح، ما بعرف شو بدي اعمل. فقت العالم لقيتني قاعده على الرصيف. قال شباك؟ قال غرقت الباخره وابني جمال بالباخره. شو بعمل؟ ما بعرف شو بدي اعمل. ما عنده أب، ما عنده حد، شو بعمل؟ لمين بدي التجأ غير لرب العالمين؟ أي أخبار صارت تطلع شوي شوي؟ صارت كل يوم تجي تليفونات. بعد يومين ثلاثة جاني خبر لقوا ثلاثة. كم شخص كان في بالباخرة؟ 11. قالوا لك 11. بعد كم يوم لقوا ثلاثة؟ تاني يوم، تاني يوم، ثالث يوم لقوا ثلاثة. ثلاثة.
على جزيرة يابسة. جمال منهم؟ لا ابني، لا ما منهم. مين هن ثلاثة؟ ثلاثة من أفريقيا وصلوا تعبانين، ناموا فيقوا الصبح فيقوا لقوا البحارة عم تصيد، قالوا لنا قصتنا هيك هيك، اجت الشركة أخدته. شو خبروا، شو قالوا عن آخر لحظات الباخرة قبل غرقها؟ شو خبروا؟ قال طلع علي النو، يعني العاصفة. العاصفة. ومعدوا كانوا مدرايين وطلعوا برات الدروة، يعني كان عندهم جبل وطلعوا برات. صار ميلت معهم الباخرة على قوة الريح. صار يصف عليهم البحر ماي. صاروا يعبوا ماي وكبوا. ويزت عليهم البحر، يعبوا ماي ويكبوا، هذا بحر. قد الساعة كانت؟ كانت 2 بالليل. هبت العاصفة الساعة 2 بالليل؟ تعبت الباخرة؟ تعبت الباخرة ماي. لبسوا كلهم الانقاذ، لايف جاكيت، ونزلوا بفليك مثل الدواليب. واحد ورا التاني. هلا ابو القبطان طلع مدري شو بده يجيب من الاوضة منفاق. من الاوضة اوضته منفاق مدري شو بده يجيب. نزلت الرجال كلها، ما بقى في مجال الباخرة بدها تنزل. دل القبطان بالباخرة. لما نزلت الباخرة نزل القبطان فيها. يعني هن كانوا شاهدين انه كل الركاب نزلوا من الباخرة كله ما عدا القبطان اللبناني. طبعا بقى على الباخرة. بقى على الباخرة. شو خبروا عن ابنك جمال؟ قالوا لي آخر شيء نزل محمد وجمال وسمنوال من الباخرة، دول ثلاثة آخر شيء نزلوا من الباخرة. مين محمد؟ يلي كان مع ابني. محمد يعني زميله لابني؟ ايه. وأكدوا إنه جمال معهم نزل على البحر. جمال ومحمد بقارب. تقسموا على قوارب. أيوة. وسمنوال بقارب، وبيناتهم في حبلة. كيف انقطشت الحبلة؟ وما عاد شافوا. قطشت الحبلة وتفرقوا. وابني كان هو وبالبحر عم بيصفر ويصرخ يا أبو مصطفى وين أنت لساعدك؟ أبو مصطفى هو القبطان اللي في لبنان تاني. بقى عم يصفر بالصفيرة؟ لا بإيديه. يعني ابني قاعد مرتاح، يعني نسيل باخرة لأنه ابنك منو فيه؟ ابنك برا، ابنك برا. هيك يعني صاروا يجوني بالقوة، ابنك برا، نسيل باخرة، باخرة روحي، ابنك برا. هيك طيب وين هو؟ يوم بعد يوم بالبحر، بعد عاصفة، بعد كارثة، أرسل إشارة حياة ابني؟ بعد 11 يوم. شو صار بعد 11 يوم؟ طلع سامانويل. بعد 11 يوم من حادثة الغرق؟ نعم. ظهر ناجي آخر؟ أيوة بعد 11 يوم. وين ظهر سامويل؟ منطقة اسمها أوريكا، قالوا لي بعيدة عن الغرق، بعيدة عن محل الغرق. وسألوه شفت جمال؟ قال لهم شفته، هو ومحمد قارب، وجمال عم يعمل بإيديه هيك. عرفت كيف؟ يعني هو عم يمشي بعوض ما يكون مثلا في شيء يقدف، عم يقدف بإيديه. ابني عم يقدف بإيديه. لما وصل سامويل على أوريكا، على جزيرة أوريكا، وصل له معلومات عن جمال؟ قدروا يعرفوا عن الركاب الآخرين بالسفينة؟ لما وصل سأل إنه أنا معي رفقة اثنين، وين إني؟ قالوا له أين اثنين ميتين. مين قال له في اثنين ميتين؟ أهل الكرية، أهل الجزيرة أوريكا. إيه. عطوا معلومات أكثر عن الجثث. جثة بيضاء جثة سوداء. إيه. سامويل شاف الجثث أم لما وصل سامويل كانوا الجثث دفنوا؟ شافوا. إيه. طيب أنت شفتن هيدا جمال معهم؟ قال ما تأكد. طيب ما تأكدت من تيابه؟ قال بالزلط. بعد كم يوم من حادثة الغرق وصلوا الجثتين إلى 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 أوريكا؟ بعد ال 11 يوم لما طلع هذا السماوال. أيمتى اندفنوا الجثث؟ بوقتها، بوقتها اندفنوا دغري.
لما وصل هذا الخبر لغزوة بطرابلس بلبنان انه الجتة جثة بيضاء جثة سوداء. شو يعني؟ يعني جمال يعني ابني جمال جثة البيضاء ورفيقه جثة سوداء. قلت له لا ابني طيب ابني طيب جيبوا جثة ابني طيب. ولكن بعد 10-15 يوم على حادثة الغرق الناجين الثلاثة أول شيء بيّنوا، الناجي الرابع بيّن، الجثث ظهرت طبعاً. على أي أمال معلقة غزوة اللي بتقول إنه ابنها ما مات؟ ابني طيب لأنه جثث يضل إسا في غيره، في جثث غيره. قلت لهم بدنا الجثة البيضاء. الجثة البيضاء شو بدها تعمل بأفريقيا؟ صح؟ بعتوا لنا الجثة البيضاء. ليه بدك الجثة البيضاء إذا أنت عم بتقولي مش جثة ابنك؟ ما هن صار علي أنا ضغط. من مين؟ من إخواتي. إنه بدنا الجثة بيضاء. ليه؟ هن حاطين براسهم هذا ابني. وأنا ما هذا ابني. جبناه بعد 3 أشهر. وصلت الجثة إلى بيروت، استقبلتها غزوة؟ أنا ودعته ما استقبلته. لأني أنا كنت عند المدعي العام عم بعمل الورقة مشان الفحص. فحص دي إن إيه؟ إيه. دفنت الجثة؟ دفنوا الجثة. إيه. وين دفنت الجثة؟ دفنوا فوق أبو. دفنوا فوق أبو، إنه إذا طلع هو بيكون مدفون فوق أبو. كنت بلحظات الوداع؟ ما رحت. ما كان بريح غزوة تلمس؟ لا. لحظات تلمس فيها الموت وتشوف عم ينحط تراب مشان ملف اللي كان صار لفترة انه ملف تسكر؟ لا لا ما رحتي على الدفن. العائلة شو كانت عم بتقول؟ العائلة طوقت المينا كلها. قالوا لك هلا بدها تيجي جنة على القبر على الدفن. راحت العالم نسوان ورجال وانا ما رحت. قعدت بالبيت. بستي اسود. فحوص الدي ان اي شو قالت؟ الجثة اللي اندفنت ما انا جثة جمال. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.